بسم الله الرحمن الرحيم. مادة الرياضيات مقارنة الأعداد الكسرية المستوى الخامس والسادس ابتدائي. لدينا العدد الكسري 7 على 5، نقارنه بالعدد الكسري 13 على 5. هذا عدد كسري، 7 يسمى البسط، 5 يسمى المقام. لدينا نفس المقام 5، في هذه الحالة الذي له أكبر بسط هو الأكبر. 7 13، 13 هو الأكبر، إذن هذا العدد الكسري هو الأكبر. 2 على 3 عدد كسري نقارنه بـ1. أنصتوا للقاعدة، إذا كان البسط أصغر من المقام فالعدد الكسري أصغر من 1، إذا 1 هو الأكبر. هنا إذا كان البسط أكبر من المقام فالعدد الكسري أكبر من 1. هنا نقارن العددين الكسريين 8 على 13 و8 على 7. 8 على 13 و8 على 7. لدينا نفس البسط، 8 8، نفس البسط، فالذي له أصغر مقام هو الأكبر. 13 7، المقام الأصغر هو 7، إذا هذا العدد الكسري هو الأكبر. عددان كسريان لهما نفس البسط، فالذي له أصغر مقام هو الأكبر. 173 على 173، هذا عدد كسري. نلاحظ ماذا؟ البسط يساوي المقام. القاعدة تقول إذا كان البسط يساوي المقام فالعدد الكسري يساوي 1. لدينا أيضا 69 على 69، نقارنها بالعدد الكسري 58 على 58. لاحظ البسط يساوي المقام، يعني أن هذا العدد الكسري يساوي 1. البسط يساوي المقام، يعني أن هذا العدد الكسري أيضا يساوي 1، فهما متساويان، يساوي 1 يساوي 1، فالعددان الكسريان متساويان في هذه الحالة. 120 على 50، نقارن هذا العدد الكسري ب 12 على 5. هنا التركيز والانتباه، عدد كسري 120 50، في هذه الحالة نختزل بالأصفار، أختزل بالأصفار فقط، البسط والمقام أختزل بالأصفار فقط. بقي لدي 12 على 5، فالعددان الكسريان متساوية. 6 على 7، 18 على 21. إذا قسمت 18 على 3 والمقام أيضا قسمته على 3، 21 قسمة 3 تساوي 7، 18 قسمة 3 تساوي 6. فالعددان الكسريان متساويان، وأتحقق 6 في 21 تساوي 18 في 7، إذا فهو متساوي. (9 على 5 ناقص 1) طرف آخر 9 على 5 ناقص 5 على 5. قلنا سابقا ماذا؟ قلنا أن إذا كان لدينا البسط يساوي المقام فالعدد الكسري يساوي 1، 5 على 5 يساوي 1، فالعددان الكسري فالطرفين متساويان، 9 على 5 9 على 5، ناقص 1 ناقص 5 على 5، ناقص 1 ناقص 5 على 5، و5 على 5 تساوي 1. 3 على 7 في 4 على 5، نقارن هذه الكتابة ب 12 على 35. لدينا الضرب، إذن 3 في 4 تساوي 12، 7 في 5 تساوي 35، لدينا التساوي. (2 على 5) (5 على 2) هذا العدد بسيط.
نصفه أصغر من مقامه، يعني أن هذا العدد أصغر من واحد. هذا العدد الكسري بسطه أكبر من مقامه، يعني أن هذا العدد أكبر من واحد. هذا العدد الكسري أكبر من واحد، هذا العدد الكسري أصغر من واحد، إذن هذا هو الأكبر. 7 على 2 قسمة 5 على 3، 7 على 2 قسمة 5 على 3. عندما نقسم الأعداد الكسرية قسمة نقلبها إلى ضرب تصبح ضرب، 7 على 2 القسمة تصبح ضرب تقلب إلى الضرب، والعدد 5 على 3 يقلب، نكتب مقلوبة، مقلوب 5 على 3 هو 3 على 5. إذن ماذا ترون؟ هناك التساوي، فقط يجب الانتباه والتركيز. قاعدة: الانتباه في القسم أساس النجاح. الانتباه في القسم أساس النجاح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.